من خلال وجودك معاها على مدار السنين دي علشان كتابة المذكرات، إيه أبرز المواقف اللي يمكن سردتها في الكتاب الخاص بمذكرات الفنانة القديرة نادية لطفي على المستوى الإنساني، يعني بعيدا عن جانب السينما اللي بالتأكيد كان ليها باع طويل فيها أفلام كثيرة، لكن الجانب الإنساني لنادية لطفي؟ الجانب الإنساني أنا يعني ممكن ألخصه في الجانب الوطني. ست كانت وطنية جدا، بتحب مصر جدا. نادية لطفي لما قامت حرب أكتوبر، أول ما سمعت خبر العبور، الحقيقة سابت كل حاجة وراحت قعدت في مستشفى القصر العيني عشان تستقبل المصابين من الجنود اللي جايين من الجبهة، وقعدت طول فترة الحرب موجودة في المستشفى، ما تروحش بيتها أصلا. فالحقيقة وحتى آخر وقت من حياتها كان بيجي لها جوابات من الجنود أو العساكر المصابين اللي هي راعتهم في المستشفى، وكانت على اتصال بيهم طول الوقت. فالحقيقة كانت ست وطنية جدا، وفترة الاستنزاف راحت الجبهة وشاركت في المجهود الحربي، وكانت ست الحقيقة بتحب مصر جدا، يعني كان عندها يعني محبة شديدة للبلد وعارفة قيمتها. فطول الوقت يعني كنت تحس انها ست مصريه جدعه الحقيقه. جميل. بالاضافه الى الجدعنه اولاد البلد، يعني عايز اقول لك مثلا اقول لكم موقف. الاستاذ رأفت الميه الله يرحمه، هذا المخرج الكبير استاذ رأفت، كان في اخر حياته كان عنده ازمه مرضيه حياه طويله، وكان محتاج يعني قرار علاج على نفقه الدوله. انا عايز يعني اقول لكم مثلا ثلاث ايام يعني ما بتنامش لغايه ما طلعت له قرار العلاج، يعني تكلم وزير الثقافه، تكلم مجلس الوزراء، تكلم يعني كلمت مصر كلها ثلاث ايام والله صحي عشان تطلع قرار علاج للاستاذ رأفت الميمي. فكانت ست الحقيقه جدعه جدا، وكانت رغم الارستقراطيه دي بس كانت بنت بلد جدا. يعني عايز اقول لك مثلا كنا نمشي في الشارع، هي كانت جاردن سيتي، كانت عارفه كل البوابين اللي في الشارع والبقال والمكوجي، وعارفاهم بشكل انساني، وتقعد تسالهم بنتك عملت ايه؟ طب ابنك راح المدرسه؟ طب خف؟ كان عنده برد؟ يعني عندها زي ما حضرتك قلت دلوقتي انها جميلة. يعني هي صعيديه جدعه، يعني فعلا عندها الحس الصعيدي او الحس المصري جدا ده.